فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي قد توفاه الله رحمه الله، فهل يجوز زيارة قبره وقراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة؟ الدعاء نعم، الدعاء تدعو له بالمغفرة والرحمة وتسلم عليه، السلام عليك يا والدي، وتدعو له، هذا مشروع. أما القراءة القرآن هذه بدعة، ما ورد أنه يقرأ القرآن على القبور، لا الفاتحة ولا غيرها. نعم.